السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الله حبيبي. رمضان كريم. أجمعين حبيبي علينا وعليكم. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشاركه يانا؟ أكيد. سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي إذا تسمع الذي تسمعه ولا تراه، وإذا رأيته لا تسمع؟ تسمعه ولا تراه، لا تسمع. الصوت؟ لا. ما اختيارك؟ لا. تسمعه ولا تراه الصوت. بعد شنو؟ شيء الذي تسمعه ولا تراه، وإذا رأيته لا تسمعه. يعني لا رأيته ما تسمع. غير السؤال. ما والله. لا وانت طيتني حزوره، انا اريد سؤال علمي تاريخي. اي سؤال علمي؟ اي عشان غير السؤال. انت تريد علمي لو ادبي السؤال؟ لا ادبي. ادبي؟ اوكي. من هي الشاعره الذي لقبت بالخنساء؟ التي لقبت بالخنساء. يلا مرد أدبي؟ هذا الأدبي. خنساء. ما أعرف. ما تعرف؟ لا. أسأل علمه. يلا مشكور مشاركة. حبيبي حبيبي حبيبي. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين خليكم ويانا نشوف غير المشارك. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ سلام حبيبي. رمضان كريم. علينا وعليكم أجمعين. أمين ترى. شلون الاجواء الرمضانيه؟ شوف والله حلوه بشكل عام. لا بس حلوه. نعم. عندنا برنامج سؤال رمضاني، تحب تشارك ويانا؟ اي نعم اهلا وسهلا. طبعا اليوم الحلقه برعايه محطه الصور الاولى المشيده حمزه عيل. اهلا وسهلا. سؤالنا هو اهون موجود وعز مفقود. اهون موجود وعز مفقود. اهون موجود وعز مفقود. الهواء. غيره. أهون موجود. أهون موجود وعز مفقود. وعز مفقود. يلا. الماء. متأكد؟ والله إن شاء الله. مو تقول لي إن شاء الله، إلا متأكد قل لي إيه الماء. الماء. قل لي جيب الهدية. جيب الهدية. يلا صمتونا. أشكرك رحم الله عليك. طبعا مبروك ربحت ويانا جائزة مقدمة من محطة الصور الأولى المشاهدة. إيش تحب تقول مناسبة شهر رمضان؟ الله يبارك فيك رحم الله والديك. والله ان شاء الله الله يعمل الامن والامان على بلدنا الحبيب ان شاء الله، وصحه وسلامه وشفاء جميع المرضى ان شاء الله بجاه محمد وعلى محمد. الله يسلمك. انا لك رحم الله والديك. نعم حسين. اعزائي المشاهدين اول مشترك يربح اول جائزه، خليكم ويانا نشوف بعد منو راح يشارك ويانا ومنو راح يربح ويانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. الله يخليك. بدايه شلون الاجواء الرمضانيه؟ والله اجواء حلوه الحمد لله. حلوه يعني؟ الحمد لله. عندنا برنامج سؤال رمضاني، تحب تشارك ويانا؟ اي نعم. والحلقة اليوم برعاية محطة الصور الأولى المشيدة. سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي لا يتبلل حتى لو دخل الماء؟ لا يتبلل حتى لو دخل الماء. الماء نفسه. الضوء. متأكد؟ اي الضوء. متأكد متأكد؟ اي هاي. يلا صفقوا له صفقوا. الله يخليك. طبعا مبروك عليك ربحت الجائزة الثانية اليوم. الله يبارك فيك خليك. شو تحب تقول مناسبة شهر رمضان؟ والله إن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراقيين أجمعين إن شاء الله. شكرا لمشاركتك. الله يخليك حبيبي. أعزائي المشاهدين ثاني مشترك يفوز ويانا على التوالي، ابقوا ويانا خلينا نشوف من راح يشارك اليوم. كلها فايزين. يلا تعالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. تشلونك؟ الله يسلمك. رمضان كريم علينا وعليك. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشاركه يعني؟ نعم. سؤالنا يقول ما هي الشاعر الذي لقبت في الخنساء؟ الله يا صاحب البدايه. انا سادس. والله ما ادري. مو زين بالعربي؟ لا مو زين. والله عربي يا شطري مهدي. هو شنو العربي؟ عرب مايتي بس. بس هاي؟ اي عرب مايتي. انت هسه تعرف تعرف؟ لا زين الحمد لله. اوكي هسه ما تعرف؟ لا والله. يلا شكرا لمشاركتك حبيبي. حبيبي عرب.
أعزائي المشاهدين خليكم ويانا نشوف بعض من الله يشترك ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. الله يسلمك. شلون أجواء رمضانية؟ والله الحمد لله والشكر. نطلع الأهل تسوون؟ الحمد لله والشكر. الواحد لازم يغير ورا الفطور. أي أكيد. الحمد لله. عندنا برنامج سؤال رمضان تحب تشاركه ويانا؟ إن شاء الله. سؤالنا يقول ما هي الشاعرة التي لقبت بالخنساء؟ عندك تترك أسئلة لو بغي بس هذا السؤال. بس هذا السؤال بس هذا؟ بالخنساء؟ ما هي الشاعرة الذي لقبت بالخنساء؟ غير لي يا مجال؟ ولا غير لي؟ ما أدري خلنا نشوف سيد المخرج نقدر نغير السؤال؟ أوكي. يا مجال المخرج صح؟ يلا أوكي. أوكي. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه؟ وإذا رأيته لا تسمعه. أسمعه ولا أراه، ولا رأيته ولا ما أسمعه. أي. الهواء. أسمعه ولا أراه. عيد لي. ما هو الشيء؟ نعم. الذي تسمعه ولا تراه، وإذا رأيته لا تسمعه. الحلم. مين جبتها؟ ماكو غير الهواء. لا انا بس الهواء لا تم بين تحلم هواي. اي والله انا مو هواي. لا غيرنا لك سؤال ردنا تغير سؤال غيرنا لك يا يلا بس المفروض تجاوب. ربي يسلمك. الله يسلمك. اسمه ولا اراه رايته وقت ما اطلع الهواء او في الهواء. شلبت بالهواء. شلبت بالهواء. شلبت بالهواء. بشر الهواء ما عندي قافل على الهواء اليوم اسمعه ولا اراه. نعم. عيد لك السؤال مره الاخيره. عيد لك السؤال. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا ترى، وإذا رأيته لا تسمعه. الاسم. تجوب عليك يا الفول. فتشي فتشي فتشي. يعني هو موجود يعني؟ ما أدري. ما عندي علم. صوت الطلقة؟ لا. يلا اوكي نشكر مشاركتك. فدوى قلبك. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. صحة وعافية ويعود عليكم بالخير. حبيبي. اعزائي المشاهدين ابقوا ويانا خلينا نشوف متشارك بعد اخر يرفع. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. رمضان كريم. علينا وعليكم. الله يسلمك. شلون الاجواء رمضانية تشوفها؟ والله الاجواء حلوة كلش حلوة. اقبال العالم. والله الحمد لله. عندنا برنامج سؤال رمضان تحب تشاركه ويانا؟ يلا. سؤالنا يقول ما هي الشاعرة الذي لقبت بالخنساء؟ خنساء شاعرة وخنساء نازك الملائكة نازك. انت شو تقول؟ والله انا مو قوي بالشعراء. والله الشعراء للحب انتي المضروبين بوري فمو قوي بهم الصراحة. فنقول نازك الملائكة. تدرسونه ترى يعني هذا بالادب موجود. اي نقول نازك الملائكة. نازك الملائكة. جوابك خطأ. طبعا لا مو نازك. لا اه والله زين غششنا. ماكو علامات. ما اعرف والله. ما تعرف؟ اي عطيتك الحبانشيه ولا مو هي شعراء الحبانشيه فنشوف انه واحد هذا ادب. يلا اوكي نشكر مشاركتك حبيبي قلبي. الله يسلمك. هلا بيك. اعزائي المشاهدين ابقوا ويانا خلينا نشوف منو راح يجاوب على هذا السؤال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. رمضان كريم. رمضان عليكم. عندنا برنامج سؤال رمضان تحب تشاركه ويانا؟ اي. سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه، واذا رايته لا تسمعه؟ واليوم الحلقه برعايه محطه الصويره الاولى المشيده. الهواء. لا مو الهواء. الطاقه الناريه.
متأكد من عنده؟ إيه. مين هاي سامح المعلومة؟ أنا أعرفها. أعرفها؟ إيه. يا بصف قوله. طبعاً مبروك عليك الجائزة. الله يعطيك. الله يسلمك حبيبي. شو تحب تقول مناسبة شهر رمضان؟ إن شاء الله إن من رمضان علي عليكم إن شاء الله يعود بالخير عليكم إن شاء الله. الله يسلمك حبيبي تسلم. أحمى الله والديك. طبعاً أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، كانت الحلقة برعاية محطة الصور الأولى المشيدة، طبعاً شكر خاص إلى المصور حسين الفتلاوي ومصطفى الجبوري وأيضاً مساعد مصور نوار الأثماني، أعزائي المشاهدين أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم زيدون الأثماني.